كمان حتى الآن كفريلانس، بس كمان في يعني في هولندي في كلمة ماتشخاب، يعني كولكتيف، شو ما بعرف بالعربي، يعني نحن مع 13 فريلانسرز مع بعض، كولكتيف كولكتيف يعني انتربرايز، واسمه بيرسبكتيفيتي. وانا حتى انا اشتغل كفريلانس بس كمان بالكولكتيف، يعني الاثنين زي كونسلتنت. ايه شوي، بس يعني ما احب الكلمه كونسلتنت، بس هذا شوي بس الكولكتيف كمان لحالك ما هيك كمان فريلانس. نعم 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 يا بسيس، كنا فريلانس بي بي كولكتيف بنفس الاسم. هلا يلي معك الفريلانسر التانيين معك بيشتغلوا بنفس المجال؟ شوي يعني مجال، كلنا نشتغل عن ال عن ال عن الأمور المعقدة، يعني complexity معقدة. complex dinner. شو أمور؟ ما توصلت. مثل questions. Okay. بس مجال؟ مجال in the self felt of some fields. Field. Field of work. Field of work. مجال في نفس المجال. أوكي. نفس الموضوع. ويعني بتشتغلوا على مشاريع مع بعض. ايه مع بعض، وكمان يعني مثلا انا بشتغل مع بعض الزملاء، وكمان انا بشتغل وحيدا عن مشروع الاثنين. بس هذا انا هذا سكري انا جويند انا انضم اندميت perspectivity في بداية السنة، بس يناير، ولازم أشوف شو صار وشو هذا جديد لي كمان. بس يعني أنا أحب الفريلانس، بس كمان أحب يعني أشتغل مع زملاء مع فريلانس. ايه صح، يعني بهاي الطريقة عندك الاثنين. نعم صح، ايه صح، حلو. هذا الفكرة. ايه حلو. ولسه بتشتغل لجريدة الـ VVD؟ This is a sister. عن شبك VVD؟ لا لا، مش ممكن لـ VVD. لا 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 هلا ما بشتغل الديس اسيستنت. شوي فولنتري شوي، بس خلاص تطوع. ايه متطوع او شخص فعل فولنتير؟ متطوع از فريل از فريفيليجن. تطوع از فريفيليجن. لا the verb الفعل تطوع. تطوع. الأول is the ta of the trade is the ta. أول شيء ta. بعدين ta. تطوع. تطوع. والمصدر is تطوع. تطوع. التطوع لا تنسوا الاخر. وتطوع از الفعل. تطوع ومتطوع هو الشخص اللي بيشتغل بالتطوع.
هذا الاسم هذا الفعل وهذا اسم الفاعل اسم الفاعل دخينة دي الدود متطورة وكيف الولاد؟ ايه منيح كبروا؟ ايه نعم وهلا الاثنين بالمدرسة الاثنين الصغير هذا صغير كمان بالمدرسة ايه كمان وأربع سنين وكمان هو بالمدرسة وكتير كتير حلو ايه مبسوط ايه كتير نعم حلو اوكي وغير هيك في شي اخبار إلين فلور عنك في شي اخبار يعني كل شي عادي مش عادي نفس الزي لا نفس الزفت نفس اليوم لا نفس الزفت غير زفت زفت shit it's our fairness same shit different day sorry Zift letterlijk is niet vuilnis, maar het is asfalt. Ah, asfalt. Maar we gebruiken het met shit. Kif bil Engels bistamlo shit, we gaan ook zift. Zift. Kifak, maar als het niet ماشي الحال, بتقولي kifak bil زي الزفت. زي الزفت. أو مثل الزفت. بس زفت فكرت إنه نستعمل هاي الكلمة فقط بالعراق أو كمان بال. لا لا كمان إحنا. كمان بنقول الوضع بلبنان زفت. زفت. زي زفت. بس بالعراق كمان زفت عفن زبالة زبالة استوخ زفت استوخ. إيش عفن؟ الزفت أفضل بالعراق فكرت ما بعرف لا لا ما بظن اوكي لان انه نحن ما بنقول شيت بنقول اسفلت اوكي انا كنت بالفايس دوكيومنتري ايه كان شاب بالعراق وقال انا بحس زي زفت ايه صح حلو انه في كلمات الواحد ما بينسيها زي زفت بس ليش فلور شو صار كل شيء زفت في الشغل وعندي المؤسس الهجرة والتجنيس هي بتعمل مخربطة كبيرة عن جد مش معقول هذا الحكومة كل اليوم عم استعمل عم يجرب شو مجرب؟ نظيف يا إيبوبير يحاول النظف الفوضى أو شيء عن جد مش معقول عندي موكلين يلي ناطرين هون ما بعرف يمكن ساعتين واللي عندي لازم تدفعهم تدفع لون 5000 يورو بس اللي عندي ما بدا لأن كان في كورونا وهيدا السبب المخربطة بس هيدا مش السبب المخربطة لأن قبل الكورونا كان مخربطة وكل يوم ما عندي الأوراق ما عندي عن جد
معقول. أنا ما كنت عارفة إنه بهولندا هيك، فكرت بهولندا كل شيء منظم. Yeah. أنا فكرت كمان، بس تابين فرمويين تابينين؟ متعب. 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 هاي لأن هذا شغلي، أنا بدي أعمل شيء بمضمون، بس هيدا فقط. هي أشياء إدارية administrative. نعم كثير إدارية. كل يوم لازم أتصل بيل عندي، ليش ما عندي هذا، ليش وين القرار. كل يوم موكلين تتصلوني يتصلوا فيني وين فعنت مقابلة راح تبلش، عنت شو صار مع تويت، شو صار مع مصاري، شو صار مع كل يوم و... يا أنا صعب خلاص هيدا زفت زي زفت مش معقول. عن جد بدي اكتب مقالة مع زميلتي كمان عن هيدا، لأن عن جد ومرقص ينشرها بجريدة ديسا يا هيدا الاتفاق موريا كمان زفت. ما عندي أي كلمة منيح للحكومة هلا. بس شو المشكلة؟ مشكلة للحكومة أو لل END؟ يعني في لا END فوضى كبيرة كمان. يا بس أول شيء في هيدا المشكلة من الجاي من الحكومة، لأن الحكومة ما أتيت بكفي مصاري على اللي عندي. وهيدا المشاكل بلشت بال 2018، وبال 2018 كمان فيفيان المنظمة للاجئين كمان المحاميين قالوا إنه في مشاكل، ما في كفاية موظف، لازم أكتر مصاري، بس ولا شيء. هاي فيفي دي يعني حكومة يعني محافظة كثير كونسرفاتيف. بس هلا سيخ يتكاخ ممكن الثاني. ان شاء الله رئيسة الوزراء. رئيسة الوزراء. بما انه عم نحكي عن سيخريت كاخ، اسمه كتير صعب. سيخريت كاخ بس انه امبارح شفت على فيسبوك شيء بيضحك عن سيخريت كاخ، لانه كان عيد راس السنة اليهودي هلأ. وفي ما بعرف إذا شايفين قريبة شوي قريب. عايزين in Netherlands or اوكي هاي أول شي فوق سيجريت كاخ بالعبراني. ما فيني اقرأ هذا كتبت بالعبراني اوكي. وفي مرة هولندية علقت، يعني she commented علقت هلا بكتب لي الكلمة علقت. فيزين ان نيدرلاند هور خراخ ان اونس ايخ تال اي سيمباتي مد ارابير فركوندخ عن هذا، لانه هي كتبت باليهودي. اي مش معقول، كتير مضحك. بس الغريب انه هاي المرأة اللي علقت عندها هون علم اسرائيل. صح. ايه
بس آه. إيه it doesn't make sense. علقت مش خاينة علقت علقت إلها معنيين علق هي علق علق letterlijk يعني أبهنغ يعني مش أبهنغ هنغن يعني إيس هنغن إيه؟ علقت الصورة على الحيط إيه بفور بيد the photo list hangen zeg je op de muur ja ophangen ophang إيه بس ophangen betekent ook de telefoon of ja ophangen de kast nee hangen en iemand ophangen. Dus ik hang iets aan de muur. Hangt de schilderij aan de muur, dat kan je wel zeggen. De schilderij aan de muur, ja. Oké, laten we zeggen hangen. Ja. Bes, het is figuurlijk, het is to comment. Je hangt een boodschap onder het bericht. To comment, nee, hoeft niet, maar het is, ik kan ook terwijl jullie praten, ik zeg een opmerking. Een opmerking geven. It's like to attach. To attach, kamen. Allaka is ook to attach. Hangen. Bevestigen. Ja. Laten we zeggen to hang. To attach. And to comment. Wat is oorbel ook alweer? Lijkt dat halak. Halak, maar ha. Oh, okay. Maar dat is zo goed. To comment, alla. En a comment, een opmerking, daarvoor zie je niet. Een opmerking? Taalik. Dat is dan de master. Taalik. En dat taalik? Commentaar. Is a comment. وفي كلمة كمان لشخص يلي يعمل تعليق. معلق. المعلق. ممكن. كومنتاتور. المعلق يعني مثلا بماتش فوتبول. يعم يحكي المعلق. En wat was administratief? Idari. Min mudir. Idara. Idara is de administratie. El-idara, laat me zeggen. El-idara. Is de administratie bijvoorbeeld op een school. وين الإيد أش في الخان نادى أدنيسان وين الإدارة هي سو انا قلت في مره هولنديه علقت على ان اوبميكينج خيفه اوب علقت على جمله سيجريتكا علقت على علق على Hetzelfde woord, Allah. Kamen bij ophangen aan de muur. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Hey. Nee. Allah, die muur. Heet. 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 Allah, die precies. Ja. Ja. El heet.
Heet, heet is de muur in een huis. Is heet. El jidar. Ja, dat ook. Een echt grote muur. Ja, met bij Palestijn en Israël. Of tabba Berlin. Min zaman bij Almanya. Hada jidar. Jidar. بس كان بدي أقول هلأ كنت عم بتفرج على الهيبة وضحكت كتير في 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 مشهد عليا بتقول له لجبل فاين هو بيقول له عينين 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 اوكي خلينا اليوم نبلش ب هيدا لان كل مره ما عندنا وقت نعمل علي بابا ريتو النص ريتو الناس أيوة نعم غريبة شوية القصة شو؟ غريبة شوية القصة هي قصة علي قصة علي بابا بس بطريقة حديثة أيوة تمام حلو أنا عجبتني لحظة شو وين كان أي صفحة الرابعة أو موسم الجديد نعم لار إيه الرابعة أوكي شوف من البداية إيه بس مش حنقرأها كلها بالصف ما في وقت حنعمل نعمل الكلمات ونعمل الأسئلة حوار ديالوغ حوار بخت ببارب بخنن بلشنا نعم أنا كان عندي أسئلة بس هذا كنت وين صرنا؟ صرنا bij de hij of nos die 121 ja, Lena Saalt, maar waar is die? Analyse of she, she can, she has is has is Mujane. Dat was het, daar ging het over. Oh nee, over die rok hebben we het ook nog gehad. Zo? Rokken. Rokken, daar hebben we het ook nog over gehad over die rokken. Rukna. Dus ben je hij volgens mij van die saf. Jelle zit om batata. Mm-hmm. Ja. La shui acta best, ja. Ik, ja. Denk, ik denk eigenlijk bij het begin, als ze dan zegt van Alibaba roept je. Badeen. Ja, ze ging naar boven. Precies, dus dat is bovenaan 123. Dus we gaan toch sneller in het Nederlands. 123. Ja, bovenaan. Ja. Dus Saadat. Ja, Saadat. يعني أنا بسأل أسئلة والجواب هو مباشرة من النص. Rechts straight out the text. مباشرة من النص. بس بدي شوف بأسئلتي وين صرت أين رأت أم بطاطا حاسب علي بابا الشخصي هذا كان من صفحة
نظرت حولها اوكي اذا كانت الصفحة اللي قبل ماذا قالت لمرجانة بعد ان اعدت القهوة ماذا قالت لمرجانة اعتقد انني سمعت علي بابا يناديك اوكي ماذا فعلت ام بطاطا في ذلك الوقت إيلين ماذا فعلت أم بطاطا في الوقت في ذلك الوقت يعني في الوقت اللي مرجانة ذهبت إلى علي بابا أم بطاطا أخرجت أخرجت منها شنطتها حقيبتها كاميرا رقمية بلا 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 وقفت فوق كرسي وتصت الكاميرا بين هالتين كبرتين على كبيرتين على أترك ريف رف على الرف وإلى أين وجهتها على الركن ركن علي بابا المفضل نعم على ركن نعم ركن يعني هوك ركن يعني هوك ركن يعني هوك صح شو يعني كاميرا رقمية شو يعني رقمية that was digital لأنه رقم is a digital is a digital so it is letter like digital رقمية. Dus een kleine digitale camera die werkt op batterij. Later. Een heel onslachtige manier toch? Heel veel woorden, maar goed. Ja, ik vind het leuk dat ze gebruiken alleen al die nieuwe termen. Digitaal, ook rakum lehseb, bank, hedol isja, kalimat jadida. اوكي وكيف شغلت الكاميرا كيف شغلت الكاميرا شغلت ستارت هي زر على كبست زر ديس اوك نوتخ ام تو ديس ذات شود سوري اوبن كنوب كبست زر كبست زر التشغيل نستعمل هاي كمان بالعامية؟ ايه نستعمل نفس الكلمة بالعامية كبس ايه كبس زر ايه زر اس كنوب ايه اوكي مرقص ماذا فعلت ام بطاطا بعد ذلك وبعد ذلك عدت ام بطاطا لتجلس على الكرسي ورسمت على وجهها وجهها ابتسامه ابتسامة شو؟ ابتسامة البراء والغداء كثير مضحك كثير بويتيز يعني رسم رسمت على وجهها واو ابتسامة البراءة البراءة والرضا بتعرف شو يعني البراءة والرضا؟ البراءة جاي من بريء يا انشخلق ورضا يعني من راضي راضي تفريدنهايت اوكي
وماذا فعلت لم عندما رجعت مرجانة؟ عندما رجعت مرجانة انبتت ناولت فنجانها وأخذت رشفة من القهوة. القهوة لذيذة. وماذا قالت؟ كم هي لذيذة هذه القهوة يا حبيبتي. حلو كتير حلو. كتير حلو. وهذا ما فهمت كل شيء. إيه أوكي بعدين. إيه. شو صار بعدين؟ أوكي. ساتركي. ساتركي. ساتركي الآن. الآن. بعد عن اطمأن قلبي. اطمأن قلبي. Dat ik mijn hart heb gerustgesteld. Ja, yani ik heb jullie gezien, alles gaat goed hier. Ik ben gerustgesteld. Zo. اطمأن. اطمأن is gerustgesteld zijn. Dus is het tamanna is de stam. Nee, tama, nee. Oké, ik ga het uitleggen. Okay. Ja. Nadat mijn hart gerustgesteld is. Ja. Oh. Kom op. Oké, zo. Fi, in stam 2, jullie hoe het tamana. Tammana. Ufi. Itma'anna. Itma'anna. Eya stam heida ma ba'arif. Sarahatan. Itma'anna. Oké, bij stam 2. Shum na'arif aan stam 2. Qua betekenis, yani. Iets wat je ook iemand iets laat doen. Nee, wat je doet aan of op iets of aan iemand. Yani, je hebt een tamant ahli. Yani, مثلا, lama wasalt ila Amerika. أنا اتصلت بأهلي وطمنتهم. طمنت أهلي. Yeah. لما وصلت. فهمتوا؟ يعني توني أقام إن أمريكا إكهب من ألوس خبالت أن إكهب زو خرشت خستاد. يعني إكهب هن ترخ خستاد. يعني طمنت بي يدوت ده هندلين عن أوف أوك إيماند أندرس. Dat is dus geruststellen. Ja. Eigenlijk. Geruststellen. Itma'anna, de andere, hij, is hier, deze is wederkerend. Okay? Dus je hebt geen leidend voorwerp nodig. Hon bi'ulu itma'anna kalbi. Yani kalbi is het onderwerp. Dus het betekent yani, gerustgesteld zijn of worden. Ja, zich geruststellen. Ah, hallo. Zich geruststellen. Dus mijn hart werd gerustgesteld. Ja. En ik hoef... Ja, mijn hart werd. Ja. En dan de zevende of zo.
Ja, ik zevende, denk ik. En ik denk, dat, nee, niet ik denk, maar kalbi kan je vervangen met bijvoorbeeld itma anna abi. Ja, nee, mijn vader was gerustgesteld. Dus bijvoorbeeld, hoe abi raha al mustashfa, hoe chef natijet fahs het dam. Wa itma anna. Hij werd gerustgesteld. Ja. En dan als je het vrouwelijk zou doen, dan wordt het ma'anit. Hey, het ma'anit. Oh, dus verder vervoeg je het wel gewoon. Ja. Bes ba'den abi ittasal bi ummi wa tamman ha. Hij stelde haar terug. Dus dan gebruik je, dus als je iemand anders terug gerust stelt, dan gebruik je de stam 2. Oké. Ja. Wat is daar met heilige kilmia kamen bil amie? Eh, bas, shway mocht. Hij nafse shi bil amie. Mie bil mie nafse shi. Hij, fi kleine heke aanpassen. Mish itma anna bas. Tamma. Ittamman. Ah. Ja. Ittamman. Nee. Zo spreken we het uit in spreektaal. Tamant. 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 Ha. La, dat is deze. Oh ja, shit. Deze is tamant ha. Ana tamant. Punt. Ana tamant lama shuft de natija. Toen ik de uitslag zag, was ik terug. Je kan wel zeggen ana tamant ala uchti. Wat betekent het nu? Door mijn zus werd ik gerustgesteld? Ja. Nee. Hoe zou je deze vertalen? Anke, daarvoor? La, fakar nafse she. Door. Door met je. Floor. Nee, wat? Het tamant ala echti, yani. إذا أنا قلت طمنت على أختي يعني أختي كان عندها شيء مشكلة وأنا اتصلت وقلت لها شو مش الحال صرتي أحسن إيه يعني الشخص يلي من بعد على كان عنده مشكلة وأنا اتطمنت عليه يعني سألت عنه سألت صرت أحسن بعد عندك مشكلة في نساء استلت هار gerust nee ik ben gerust gesteld ik ben gerust gesteld over mijn zus dus dit blijft gerust gesteld worden dat verandert niet maar over iemand want je was eerst ongerust en dat is nu ja best, ik bedoel hier qua betekenis het blijft precies dezelfde betekenis als deze. He? Dat is, want ik stel mezelf terug. Gerust. Oké. Dus het blijft wederkerend. Maar nu voeg je toe over wat? Of over wie? Ja. He? Ik stel mezelf terug. Gerust over mijn zus. Ja. Kan je ook dan bijvoorbeeld zeggen, ik stel mezelf gerust over het ongeluk of zo? A la hebe. Dat. Tamant ala hadis. Ja. Yeah. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je een ongeluk hebt gezien, maar dat je nu weet dat het goed zit of zo. Dus dat je jezelf gerust hebt gesteld. Nou, volgens mij snap ik het nog niet helemaal. Het is normaal. Moet je echt een persoon zeggen. Tamant ala, tamant ala, tamant ala, l'beet.
kan wel. It is meer what here is na ala. Is iemand of iets dat had een ongeluk. Het is niet de ongeluk itself, snap je? Maar het is de ongeluk, wie heeft het beïnvloed? Ervaren. Ja. Ja. Nou ja, of iets waar je zorgen over maakt, toch? Ja, precies. Als je zorgen hebt, waar je zorgen over. Hmm. En dan heb je gebeld met iemand en dan daarna ben je itma aan het ala auladi. En gerustgesteld over je kinderen. Nou ja. Ja, ik denk dat ik het begrijp. Voornamelijk is het hier mensen, voornamelijk. Maar het kan bijvoorbeeld een huis zijn. Stel, je wilt, zoals na de explosie, Badel en Fijar, kan bedi het tamman. طمن على بيتنا ببيروت يعني اتصلت بأختي وقلت لها فيك تروحي على البيت شوفي إذا صار في شيء وطمنيني طمنيني بس أنا كان بدي اطمن يعني اقفلت من سلف ترخ خرستل كان بدي اطمن وقلت لأختي روحي على البيت شوفي البيت وطمنيني Nu gebruik ik stamp 2, yani stel mij terug. Stam niet meer. Gerust. Gerust. Grote woord. Stam niet meer. Taab, lenno, waar is bil. Yani bil Hollandi map te staan, loeptier, hedashi. Bas nahna ktier, bisakaf al Arabië, ktier m'n staan in heda. Ktier. Masalan is a. كمان يعني هذه واجبات واجب في عنا واجب انه نطمن على كل شخص كان مريض او كان بمستشفى اذا مثلا بنتي صاحبتها بالمستشفى انا بقول لها اتصلتي طمنتي عليها it is echt een soort verplichting je moet het doen اطمني عليها كمان عندك عائلة كبيرة أنا لما صار الانفجار ببيروت كان بدي اطمن على كل العائلة اتصلت بكل واحد واطمنت طمنوني كيفكم اوكي لسه اوكي بنكمل تنكمل هذا شو ما فهمت مرقص هون اطمن قلبه لأم بطاطا وسأخذ مقدار فناجين من البن معي لكاسم فهمت هذا؟ ما فهمت يعني فهمت الجملة بس ما فهمت شو يعني شو تعني الجملة لأنه هي أم بطاطا وكاسم كثير بخلة خيره اوكي بوخالا فاخذت بن اخذت بن معها اوكي لتعمل له قهوه لقاسم بريك لبيتها اوكي اوكي انكا ماذا فعل قاسم وأم بطاطا بعد أن رجعت أم بطاطا إلى البيت؟ هم يجلسوا مع بعض في غرفة ويتفرجوا المسجل الفيديو أو التسجيل التسجيل أيوة وين عم يتفرجوا عليه؟ يشوفوا أن يفتح الانترنت بموقع بنك حساب شخصي يعني ف بعدين يتفرجوا يعني ارقام وحروف في بنك
Alibaba. يعني عم يتفرجوا على الحاسوب شو اسمه حساب حاسب حاسب علي بابا ايوه وشافوا رقم الحساب شافوا وكل هذا عم بيشوفوه على شاشة الكمبيوتر ببيتهم صح؟ ايه صح ويكتبوا كل الحروف والأرقام وعلى طول يتصلوا بالبنك ايه بس ما فهمت يحصلوا كل هذا الفلوس بعدين بهذا الطريق؟ ايه لأنه في كلمة المرور أظن بيعرفوا شو هي كلمة المرور اي نعم بس كل الحروف ايه ألف تا افتح يا سسم يا ألف ألف سين ألف تا افتح يا سسم افتح يا سسم افتح يا سمسم نعم لأنه هو علي بابا ما بعرف أنك أنت قرأتي القصة من الأول أو لا أو بس لا مشان هيك ما فهمتي لأنه هو علي بابا بالأول عرفنا أنه كيف صار غني علي بابا كان فقير بس صار غني لأنه حصل على شو كانت كلمة مرور بالبنك بيتصل على رقم بالبنك وبيقول لما بيقول كلمة المرور كل مرة بيقول كلمة المرور بيصير في ما بعرف مليون شيء بيحصل يا لازم تكتب بالموقع هو لازم يكتب بالموقع كلمة المرور والحساب البنك وكمان الرقم المرور بعدين وتاريخ ميلاده وبعدين هو يحصل على مليون دينار كل يوم. مرة بيعمل هذا الشيء بيحصل على مليون دينار هيك صار كتير غني هن قاسم وام بطاطا بدون يعرفوا كيف صار غني ايوه هيك عملوا كل هذه الخطة بس فقط واحد مرة كل يوم اسمعي مره بالنهار مره باليوم مره بالنهار اوكي وفلور هل حاول قاسم ان يفعل نفس الشيء يعني مثل ما فعل علي بابا اي نعم ماذا فعل؟ بعد شفنا علي بابا أخذ قاسم هاتفه المحمول وطلب بنكو بنك أطفال لمعرفة الرصيد هو بعرف إنه ما في أي فلوس بالحساب وهو اختار خدمة الهاتف هون صار عنده مليون بس أنت عمل مثل علي بابا قبل أوكي بيكون اتصل بالبنك وعمل نفس أشياء مثل علي بابا. بس هو بيعرف هو قديش كان معه مصاري قبل. ولا شيء. كان مفلس. مسلس. مفلس. يعني bankrupt. أوكي. كان مفلس من فلوس. جاي من كلمة فلوس. أم مفلس. مفلس. كان مفلس قبل وهلأ لما اتصل بالبنك
قديش صار معه مصاري فلور؟ اليوم مليون دينار فقط. فقط. فقط ايه؟ مش اكتر. فماذا فعل لما سمع ذلك؟ ماذا فعل لي سمع ذلك؟ ناو قاسم وأم بطاطا يركسان في وسط الغرفة وبينما جلست بطاطا وهي تراقبهما وهي تلتحم قطعة شوكولاتة من الحجم العالية الكبير. زو فلاو. شو مع بطاطا؟ هي تأكل كثير. ليانا هي كمان أكلت تليفون. تليفونها. مرجانة إيه مرجانة قالت نعم أكلتي تليفونك مرة تاني بس حلو هم بيقولوا عم تأكل شوكولا حجم عائلي يعني family size حجم عائلة الكبير كمان عائلة الكبير شو كان بدي أقول فلور تراقبهما اوكي شو هو الفعل هون تراقب what is this term راقبه استمدري صح so راقبه اوكي ليش بعدين في من بعد تراقب يعني هي تراقب صح؟ تعرفي شو يعني تراقب؟ كايكن ده أفضل. Yeah, she's watching them. بس ليه بعدين في هما؟ لأن في اثنين. إيه صح. لأنه قاسم وبطاطا صح. إيه. برافو اوكي هلا خلينا نعمل الاسئله او قديش ساعه 8:30 ما بعرف اذا في وقت بلا منيح نعمل اوكي الاسئله انتوا حضرتوا الاسئله شيء حضرتوا الاسئله يلي صفحه 126 ايه اوكي اوكي سو مرقص تسال اول سؤال لأمين بالعربي اوكي شو ماذا كانت مهمة قاسم بالدار العصر دار تل العسل دار تل العسل للنشر مش مهم that was specific بالضبط قاسم يعملوا في قسم تحصيل الاشتراكات قاسم له مهمة إلين تحصيل الاشتراك تحصيل أنا بكتب تحصيل الاشتراكات قاسم له مهمة مهددة في القسم وهي مطاردة المشتركين الذين يتأخرون في الدفع اشتراكات يعني اشتراكاتهم ايه اوكي بتعرفي بتتذكري شو يعني مطاردة المشتركين
Ik weet niet meer wat notare dat was. En een seat. Tarif Moroos. Iets van achterna zitten of zo. Oh ja, yeah. Chasing. Chase, ja. Yeah. Yeah. Ul mutari, mushteri kinshu yani Moroos. Soort van, wat is het? Soort abonnementshouders of zo. Abonnees. Abonnees, yeah. Dat is het woord, ja. Hoe is die raak? Is abonnement. Dit zijn ook nuttige woorden, hè? Yeah. Is die raak. En het is toch ook, in, als je in energie, gas en energie, elektriciteit, dan heb je toch ook een istiraak? Akid. Kamen bij Libnan aan dat istiraak extra bij motor. En als die kahraba, istiraak bij motor. En als je dat woord mutarada, als je daar gewoon het werkwoord zeg maar van maakt, is het dan tarada? Tarada, tamdri kamen. Oh ja, daar. En merk dat allebei is. Stam 3 heb je altijd een leidend voorwerp nodig. Zoals stam 2. Dus rakaba moet je wel zeggen wie je... Ja, you watch what or you watch who. Otherwise it doesn't make sense. Ja. Tarada ook. Okay? Wie ga je achter zitten? Je kan niet zeggen ja. Anatarat. Punt. Hmm. Nee, ja. Oké, Anke, het is Ali Moros, en is zo aan. Kif tgayer sluk Qasim ila Ali Baba, ba'dama asbaha ghani. Aha, hallo. Shu attitude? Shu attitude? Sluk. Sluk. Hallo. Is dat Maukif of zo? Is dat iets? Maukif is standpunt. Kan. Maukif is standpunt. Ja. Kabel ma asbah Alibaba Ramiyan. Kasim kan daar iemand yatajahil hu. Is baat ma asbah Ramiyan. بدأ قاسم يدعو علي بابا لكل شيء كل يوم. ما كمان قاسم قال للزملاء بالعمل بالشغل إنه يحب علي بابا كثير أكثر من أخو. صح. أوكي مرقص يتجاهل. يتجاهل آه. شو what is the stem تجاهل تجاهل صح تجاهل this is the stem شو يعني نخيرا تعرفوا كلمة الجاهلية الجاهلية يعني قبل الإسلام الفترة لأنه كانوا يعني ما بيعرفوا شيء جاهلين جاهلية أوكي فلور تسألي أنك تاني سؤال Nou, min batata of onbatata? Nahadart ktir. Wauw. Batata bint Qasim wa onbatata zoujatu. Aha. Bes, tayyib, Floor, je kan zeggen, kan je ze beschrijven? Fiki tishrah. بس ما
قريت شيء عن البنت أو تعرفي شو كانت تعمل بنهاية القصة؟ إيه تأكل الشوكولات، تحب تأكل الحلويات، تأكل كتير إيه، وهي يمكن مش كتير ذكية. أيوة إيه صح، أنا نسيت مكتوب في بداية القصة منا ذكية ولا أيوة. حلوة وشو وأم بطاطا أم بطاطا شوية ذكية بس في طريقة مش حلوة جهنمية حلو جهنمية ممتاز، هاي أحلى كلمة لأم بطاطا جهنمية. أنا نسيت شو دعيفوس يا بخيلة كمان بخيلة كمان بكل زخن كمان عنده وجين عندها وجين عندها وجين وغي what is jaloers ook weer غيورة غيورة عن مرجانة حلوين هالكلمات غيورة غيورة وشو قلنا كمان عندها وجين وجهنمية هذا رايورة يلوش اوكي إلين بتسألي تاني سؤال لفلور لماذا وضعت سرقا كاميرا في مطبخ علي بابا؟ That was toch place, wada? Ik moest die opzoeken, ik wist die niet. Wada'at is to place, hè? Zah. Daarom ben je mijn oon hattet. Ja. Hattet camera. Oon batata hattet el camera bij matbach Alibaba, lian hiye wa Qasim. Beddu, jarfu, kif, sar Alibaba, renni. الملعوم وين حطيت الكاميرا بالضبط؟ بالضبط بين حالتين كبيرتين على الرف والاتجاه تبع الكاميرا الاتجاه يعني the richting الاتجاه وجه الاتجاه الكاميرا كان نحو ركن علي بابا المفضل الركن المفضل نعم هو زين هوك صح goed gericht اوكي مرقص تسأل إلين ما تس كاميرا ريكورد شو ريكورد is ريكورد سجل شو تسجل تسجل لأن it's in سجل تسجل تسجل شو تسجل الكاميرا قاسم وأم
طاطا شافوا إنه علي بابا دخل إلى موقع البنك موقع يعني البنك oh yeah, and وقاسم كتب الرقم بعدين يعني الكاميرا بتسجل كل معلومات البنك تبع علي بابا The informatic, yeah. Sorry. المعلومات البنك رقم حسابه كلمة المرور بعد في سؤال لا في واحد أو خلصنا ماذا يفعلون بالمعلومات إيه ماذا يفعلون بالمعلومات مرقص يدخلون موقع نفس البنك ويكتبون نفس الأرقام والحروف ويحصلوا على مليون دينار صح يتجرين ممتاز أوكي برافو عليكم هلأ عنا 5 دقائق استراحة تشربوا شاي بتروحوا على الحمام وبترجعوا